بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان الناس يعيشون في الكهوف والغابات وعلى سفوح الجبال ويحفرون لأنفسهم ثقبا في تلك الجبال يعيشون فيها، وكانت المجتمعات البشرية صغيرة، التجمعات لم تكن كبيرة، إنما عائلة عائلتان أربع، إذا زاد العدد كانوا عشيرة، والعشائر ما كانوا يتجاوزون ألفا أو ألفين في العادة. ثم تطورت أمورهم فبدأوا يبنون بيوتا من الطين وبعض الخشب، ثم تطورت هذه الأمور إلى أن بنوا القصور والفلل ثم البنايات، ثم اليوم يعيشون في ناطحات السحاب. يعني إذا نظرنا إلى بنايات اليوم وعمارات اليوم وقصور اليوم بالمقارنة مع الماضي نجد الفرق الكبير جدا، حتى أن بيوت الطين أصبحت من التاريخ ومن الآثار، ويذهب الناس إلى بعض المناطق التي لها تاريخ قديم فقط لكي يروا كيف كان الناس يعيشون في هذه البيوت المتواضعة البسيطة. لكن الغرض من البيوت لم يتغير منذ أن كان الناس يعيشون في الكهوف إلى اليوم، وهو أن البيت غرضان: الغرض الأول أن البشر لكي يتقوا من الحر والبرد فكان لابد من أن يصنعوا لأنفسهم بيوتا من الطين أو من سعف النخل لتقيهم حرارة الشمس في الصيف والأمطار والبرد في الشتاء. والأمر الثاني هو أن البشر كانوا يريدون الحفاظ على خصوصياتهم. يعني أنت تريد البيت لماذا؟ تريده لأنك لا تستطيع أن تنام في الصحراء في الشتاء ولا أن تنام في الصحراء في الصيف، وتريده لأنك تشعر أنك تحتاج إلى مكان لك خصوصيتك في ذلك المكان لا يشاركك الآخرون. مع أن الغرض من بناء البيوت والعمارات وما كان عليه الناس في السابق لم يتغير، لكن باعتبار أن التجمعات كبرت وأن الحضارة لا يمكن أن تقوم على أكتاف عدد قليل من الناس، ومن هنا لم نجد أن الحضارات بنتها شعوب صغيرة إنما شعوب كبيرة هي التي بنت الحضارات، تغيرت بعض القواعد وبعض الأصول في تعامل الناس بعضهم لبعض. كمثال على ذلك، اليوم هنالك ملايين من الناس يعيشون في الشوارع. في الهند وحدها يقال أن هنالك 100 مليون إنسان يعيشون في الشوارع، أي أنهم ولدوا في الشارع وكبروا في الشارع وتزوجوا في الشارع، يأكلون في الشارع، ينامون في الشارع، ويموتون في الشارع. مثل هؤلاء لابد أن يتأقلموا مع الضوضاء مثلا، فلا يمكن أن تنام بالشارع وتتقي أصوات السيارات أو أصوات الآخرين. لكن الذي يعيش في المدينة
يريد أن تكون له خصوصية، ينام بلا إزعاج، يعيش هناك بلا مزاحمة، ومن ثم القواعد والأصول في تعامل الناس بعضهم لبعض تغيرت، وهذا أمر طبيعي. الحضارة لا تقوم إلا بالتعاون، والتعاون بحاجة إلى أمور، منها أن يتنازل الفرد في سبيل المجموعة. أنت وحدك يمكن أن تعيش أينما تريد وتنام متى ما تريد، وإذا كنت في الغابة مثلا تصيح تقمش حسب تعبيرنا، سوي اللي تريد ما دام وحدك. لكن إذا واحد ثاني وياك لازم تحسب حساب إله، تتنازل عن بعض خصوصياتك لمصلحة المجموعة. قال أحدهم كان بيدي عصا صغيرة كان يتلاعب بها، أنت وحدك قاعد في غرفة العب بعصايتك بمسبحتك بأي شيء بيدك، لكن هذا كان دي يلعب بهذه العصاية وإلى جنبه شخص، هاي العصاية صادت أنف صاحبه اللي قاعد إلى جنبه، قال له تعال عمي دير بالك، قال هاي العصاية إلي وأنا حر، قال صحيح أنت حر والعصاية إلك، بس حدود حريتك أنفي، إلى أن العصاية توصل إلى أنفي بعد أنت مو حر. حينما تعيش أنت مع مجموع فلا بد أن تكون علاقاتك مع المجموع وروابطك مع المجموع بحيث أنك لا تعيش على حساب الآخرين ولا يعيش الآخرون على حسابك، تنظمون أموركم بحيث أنت مرتاح وغيرك أيضا مرتاح. وهذا معناه أن البيت ليس فقط لكي يقيك الحر والبرد ولكي تعيش في خصوصيتك ووحدك، إنما أيضا لكي لا يزعجك الآخرون، وهذه من المسائل المهمة اليوم، من الأمور التي تطرح، قضية التلوث البيئي. ويقصدون من التلوث أنه إذا أنت عندك سيارة وسيارتك خربانة وتطلع دخان لازم تصلحها، لأن هذا الدخان يزعج الآخرين. الآن هذا مثال بسيط للتلوث البيئي، من مشكلات البشرية اليوم التلوث البيئي، ومن مشكلات البشرية أيضا التلوث الصوتي، أصوات. الآن وأنت في البيت إذا شارع مغلق مثلا وتسمع واحد جاي ورافع سماعة ومخلي أغاني في سيارته، توقف نزل الصوت، سيارة سيارتي صحيح، مسجلة مسجلتي صحيح، أنا أريد أسمع صحيح، بس بدون ما تزعج الآخرين، خلي وحدك اسمع. أي مكان في العالم اليوم تذهب فإن الحريات تتقيد لمصلحة المجموعة. واحد يقول أنا عندي سيارة يعجبني أسوق السيارة 170 كيلومتر بالشوارع في المدن، يوقفوا حد يسلبون من عنده إجازة السوق، طبيعي. أو يرفع الأصوات يضرب بوق حسب تعبيرنا بدون سبب، يوقفوه البوليس يوقفه يغرمه، وإذا أصر على ذلك يمنعونه من السياقة. قضية الأصوات صحيح أنها من فعل الإنسان، بس هذه أعضاءك تملكها بما لا يزعج الآخرين ولا يؤذيهم. تمشي بالشارع وإيدك تحركها شلون ما كان تضرب رؤوس الناس ووجوههم، لا ما يصير. تطلع أصوات وتزعج الآخرين، ما يصير. الله أعطاك الأعضاء وأعطاك الحرية، لكن الحرية لها قيمتها إذا كانت حرية مسؤولة، مو حرية بلا مسؤولية. حرية بلا مسؤولية غابة، غابة. الحيوانات تعيش في الغابات، تصرخ كما تريد، تقطع الأشجار كما تريد، تقتل غيرها كما تريد، هذه غابة. ما دام أنت تريد تعيش في المدينة وتعيش مع المجموعة، وما دام هذه التجمعات كبرت فإذا صارت مصالح مشتركة، كل واحد لازم يحسب حساب مصلحة الآخرين، وصارت هنالك قيود لا يجوز لأحد أن يتجاوزها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما هاجر من
مكة المكرمة إلى المدينة لم يكن يملك شيء، ترك مسقط رأسه، مدينته التي ولد فيها والبيت الذي كان يسكنه، ترك كل ذلك، هو ومجموعة صغيرة انتقلوا إلى المدينة المنورة. هؤلاء الذين يسمونهم المهاجرين، عندنا المهاجرين من أصحاب النبي والأنصار، الأنصار أهل المدينة اللي استقبلوا رسول الله واستقبل المسلمين في بيوتهم. النبي انتقل إلى المدينة المنورة مع بعض أهل بيته في البداية، ونزل في دار أبي أيوب، وسرعان ما بدأ ببناء مسجده المبارك. هذا المسجد اللي أنا توسع، بنى هذا المسجد، وبنى حول المسجد 9 من الحجرات. الحجرة عبارة عن بيت، لكن بيت النبي مو طوابق أصلاً، ذاك الوقت ما كان في بيوت من طوابق أساساً وبشكل عام، لكن كانت عبارة عن حجرة، والحجرة كانت 10 أذرع من حيث المساحة، يعني 5 أمتار، والارتفاع أيضاً كانت عبارة عن 8 أذرع، يعني 4 أمتار ارتفاع وخمسة أمتار المساحة. هذه كانت عبارة عن مساحة حجرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن النبي رئيس دولة، النبي رسول الله، قائد جيش، زعيم أمة، كل هذه تلخصت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الجانب الدنيوي كان زعيمهم، جانب الغيبي كان نبيهم وسيد أنبيائهم. المطلوب ماذا بالنسبة إلى القيادة بشكل عام، مع قطع النظر أنها قيادة ربانية أو غير ربانية؟ معنى القيادة أنه هو الذي يقرر فيما يرتبط بأمور الناس. الآن في الدول التي تنتخب وعد انتخابات، بس يوم اللي انتخب الرئيس حينئذ القرار قرار الرئيس، حتى لو المجلس التشريعي قرر بالنتيجة الرئيس لازم يوقع حتى هذا القرار يمشي. النبي والأنبياء كانوا أنبياء الروح قبل أن يكونوا أنبياء الأجساد. صحيح كانوا يهتمون بدنيا الناس، لكن في الدرجة الأولى جاءوا ليزكوا نفوس الناس ويعلمونهم الكتابة والحكمة، ومن ثم طريقتهم في الحفاظ على الخصوصية مالتهم تختلف عن طريقة الزعماء. اليوم الزعيم رئيس الدولة، الشارع اللي بيته فيه مقطوع ما حد يقدر يمشي فيه. في زمن الرئيس العراقي السابق صدام كانت الشوارع التي يمكن للشخص أن يرى فيها قصره ممنوع المرور في هذه الشوارع، مو الشارع اللي ينتهي إلى قصره، لا شارع بعيد بس يمكن تشوف قصره ممنوع، يعني الأطراف اللي محيطة بقصره لم يكن باستطاعة أحد أن يمر ويشوف القصر من بعيد، مو يوصل إلى. قانون يطلعون، فرمان يصدرون أنه ما حد إلى حق يجي قريب إلى هذا البيت، وما حد إلى حق يلتقي بالرئيس، الرئيس يأتي ويذهب ويموت والناس غير قادرين على الوصول إليه والسلام عليه، حتى المريدين إليه نعم يشوفوه بالتلفزيون، أما يوصل إلى ماك. الأنبياء يختلفون، الأنبياء كانوا يعيشون مع الناس وبين الناس ويلتقون بالناس وما كانت عندهم حجب، فإذن كان على الناس أن يحافظوا على حرماتهم بناء على واجب شرعي بالنسبة لهم، مو بوليس وشرطة واقفين على باب حجرة رسول الله. وكانت أبواب من الخشب بسيطة، وكان أيضا عندهم ستائر من ستائر عادة كانت من شعر العنز، هذه الستارة مالتهم غرفهم، 9 غرف بناها رسول الله حول مسجده المبارك، والمكان اللي الآن هو مدفون فيه حجرته، يعني بيته. وبقيت هذه الحجرات إلى عهد
عبد الملك بن مروان اللي هدم تلك الحجرات وأدخلها في مسجد رسول الله، حتى أن البعض بكى حين هدم تلك البيوت، وكان بعض الصحابة بعض الناس التابعين كانوا يقولون يا ليت بقيت هذه الغرف حتى يرى الناس كيف كان رسول الله يعيش في بيوت متواضعة في غرفة متواضعة، وكيف كان زهده صلى الله عليه وآله وسلم. الآن هذا النبي اللي هو رئيس دولة وقائد جيش وسيد الأنبياء أحيانا يريد يدخل بالبيت يأكل، يريد يدخل في البيت يستريح ينام، بالنتيجة هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. كان الناس يطلبون أنبياء مثل الملائكة، أرواح بلا أجساد، ما تحتاج إلى طعام، ما تحتاج إلى شراب، ما تمشي بالشارع. لكن رب العالمين ما دام أرسل للناس أنبياء مهمتهم ليست مقتصرة على إبلاغ الرسالة، إنما هم قدوة وأسوة، ولما يكون قدوة وأسوة لازم يكون مثلهم، حتى لا يطلع فرد واحد يقول هذا رسول الله أنا ما أقدر. لا، رسول الله أيضا كان عنده حاجات، حاجة إلى الطعام، حاجة إلى الشراب الماء، حاجة إلى الاستراحة. ولد رسول الله كان يمرض، ضربوه في معركة أحد، كسروا رباعيته، نعم، وإنك ميت وإنهم ميتون. كبشر كان يحتاج إلى أن يعطي لجسمه ما يحتاج إليه، ومنها الراحة، ومنها أن يذهب إلى بيته وينام في بيته. جماعة ذول يجون وراء حجرة النبي ويقومون ينادون، مو واحد واثنين، خمسة عشرة من بني تميم هذول يجون وراء حجرات، يا محمد اخرج علينا، يا محمد اخرج. صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد. من مهمات نبينا وجميع الأنبياء تهذيب النفوس وتعليم الناس الآداب. الآداب، قد يقول قائل هذه قضية بسيطة، والله فد واحد ينادي النبي وراء الحجرة أو لا. الله عز وجل بعظمته يرسل جبرائيل بآيات قرآنية وسورة كاملة اسمها سورة الحجرات، باعتبار حجرات النبي. بس هذا اللي يعترض ينسى أنه مهمة النبي تعليم الناس، تربية الناس، تهذيب الناس، دفعهم إلى أن يتأدبوا بالآداب. ذول يردون يعيشون ويا بعض، يردون يبنون حضارة مدنية، فلازم يتعلمون كيف يتعاملون فيما بيناتهم. نعم النبي أعلى درجة ومقام من الآخرين، لكن طريقة التعامل مع رسول الله يجب أن تكون طريقة التعامل مع مقامات أنزل من مقام رسول الله، كالأئمة الطاهرين، كالعلماء، كالمؤمنين، وكبقية الناس. يعني هذه الأمور هي قواعد وأصول للتعامل ما بين البشر، هذه القواعد لازم يلتزمون فيها جميع الناس في جميع الأزمنة. يطلع واحد يقول هذه الآية الآن ما لها موقع لأن رسول الله ليس في حجرة وما حد يجي وراء الحجرة ينادي النبي. صحيح، لكن العبرة من الآية موجودة دائما، القاعدة والأصل اللي تستنبط من الآية هذه موجودة دائما. الآن لو إجا واحد قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات ومرأته، لا أبو لهب موجود، لا مرته في لجات الجحيم، لكن من يمثل أبا لهب دائما موجود، من هو على شاكلة أبو لهب دائما موجود، مثل ما من هو على شاكلة فرعون دائما موجود، ومن هو على شاكلة قابيل دائما موجود، وبالعكس أيضا من هو مظلوم مثل هابيل أيضا موجود. وهكذا الآية تعلمنا أصلا أساسيا من أصول التعامل ما بين البشر. يعني الآن لو واحد إجا ورا باب بيتي وقام يصيح مثل ما بني تميم كانوا يصلحون، يصيحون على رسول الله ويطلبون من عندي أخرج، راح أقالهم هاي الآية، لأن العبرة موجودة، أنا مو رسول الله ولا بقية الناس. لكن تجي وراء الباب احفظ خصوصية الأفراد. تعرفون في بعض الدول حتى البوليس ما إلى حق يدخل بدون إجازة صاحب البيت، أول ما يدق الباب
فيفتح لصاحب البيت يراوي له هويته أنه أنا بوليس، ويراوي له حكم المحكمة أو القاضي أنه يريد أدخل. يقول تسمح لي أدخل؟ أنا عندي أمر أفتش البيت مثلا، وحينئذ يدخل. الآداب الأساسية صراحة علمها الأنبياء للشعوب. ماكو حضارة قامت بدون أصول وبدون قيم ومثل. هاي الحضارة الغربية بما فيها من خيرات وما فيها من شرور، خيراتها هي نتيجة تعاليم النبي عيسى بن مريم، التعاون الموجود. الآن يقولون الحضارات تقوم بناء على مبدأين: التعاون في بطن التنافس، والتنافس في بطن التعاون. هم عندهم تعاون هم عندهم تنافس. دول الغربية مع أمريكا متحالفين صحيح، بس هم عندهم تنافس. ولذلك بين فترة أخرى نسمع أنه الأمريكيين كانوا يتجسسون على حتى زعماء الدول المتحالفة مع الأمريكيين، وعلى المصانع المعامل يحاولون يسرقون من عندهم أسرار صناعاتهم. عندهم تنافس، شركات طيرانهم عندهم تنافس، تجارتهم عندهم تنافس. التنافس في بطن التعاون، والتعاون في بطن التنافس. ذوبان رب العالمين ما طالب من أحد أن يذوب في أحد أبدا. أنت لك خصوصيتك، أنا لي خصوصيتي، ونتعاون في مجالات ونتنافس في مجالات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما يقول القرآن الكريم. من القيم الأساسية قيمة الحفاظ على خصوصية الآخرين واحترام الشخص بما له من مقام. كان يجون وراء الحجرة ويصرخون. ربنا من صفاته يدافع عن الذين آمنوا، فطبيعيا يدافع عن أنبيائه. يعني هذه السورة المباركة في بدايات دفاع رسول الله. النبي ما يطالب لنفسه امتياز مادي كما قلنا سابقا، لكن رب العالمين يقول أنتم لازم تحافظون على امتيازات النبي كنبي، امتيازات معنوية، احترام. أقل التقادير لازم عندك احترام، لازم عندك تسمع وتطيع وتنفذ أوامره، لتتقدموا على الله وعلى رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم عندك تسليم للنبي. رب العالمين يطلب من عندك، مو النبي يريد امتياز، إنما النبي قدوة وأسوة ورسول من قبل الله، فلا بد أن تطيعه. الله ما أرسل نبي إلا ليطاع بإذن الله. أما هذا النبي الناس ما يطيعوه، شلون يعني النبي ما يطيعوه؟ واجبك الطيعة، واجبك تحترمه، واجبك تحافظ على خصوصياته. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ليش مو كلهم؟ لأن واحد من عندهم مو بدافع إزعاج، صوته جهوري، في يوم اللي ينادي ولو بصوت خافت هذا الصوت يوصل. مو كلهم كانوا لا يعقلون، أو بعضهم لم يكن يعرف أن رسول الله يسمع، أو في البيت مثلا مو بدافع الإزعاج. ثم يقول ربنا أيضا يعطي قاعدة: أكثرهم لا يعقلون. ألا ممكن واحد يسأل شو ربط هذا بالعقل؟ كل الربط نتيجة العقل الأدب. الذي لا أدب له لا عقل له، ومن عنده العقل عند الأدب. لأن العقول تأمر الناس بأن يكونوا متأدبين، هذا شيء عقلي. ذاك إنسان مثلك، شنو عندك امتياز عليه حتى أنت تصرخ عليه أو تضربه أو تصادر حقه؟ عقل يقول لك أنت متساوي، الناس إما أخ لك في دين أو نظير لك في الخلق. ربك ورب كل هالسبع مليارات من البشر على وجه الأرض واحد، هذا اللي تشوفه الله خالقه، اللي خالقه شنو امتيازك عليه؟ امتيازك بالمعنويات، بالأخلاق، بالتواضع، بالعطاء، صح، هذا امتياز، هذا امتياز. وإلا لا فضل لعربيا على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الله خالق هذا أسود، يعني هذا تحقير إله؟ لا، كعبة سوداء والحجر الأسود أسود، وبلال مؤذن رسول الله أسود، وذاك العبد اللي الإمام الحسين
خل خد على خده كما فعل بولده علي الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله أسوأ الله خلقه. عندك اعتراض على رب العالمين؟ قالوا الخليفة الثاني في اليوم ده يمشي بالشارع وبيده في الدرة، هاي طريقته في التربية كانت بالدرة، فشاف له واحد أطول من بقية الناس ضربه، قال ليش ضربتني؟ قال إيش أنت أطول من بقية الناس؟ قال سبحان الله خمو أنا سويت نفسي طويل، أنت اعتراضك على رب العالمين مو علي، صرت أطول من بقية الناس. هسه هذا أبيض إلى امتياز؟ لا، هذا رجل إلى امتياز باعتباره رجل. المرأة محقرة لأنها امرأة؟ لا، إنما هذه الأمور هي أمور ما لنا دخل فيها، اللي لنا دخل فيه الأخلاق. نعم بالأخلاق يمكن أن يكون لك امتياز، وأهم امتياز يطلبه من عنده الأخلاق أن لا يطلب امتيازا، أهم امتياز هذا، ما يطلب امتياز. أما إذا طالب بامتياز هذا فيه إشكال في أخلاقه، ما يستحق. اجى عم النبي عند رسول الله وطلب من أن يعينه واليا، فالنبي ضحك قال يا عم احنا ما نقل الولايات بناء على من يطلبه، لأن اللي يطلبه يريد شنو؟ يريد الرئاسة، يريد الزعامة، احنا نريد خدم للناس مو زعماء ويتحكمون في مصائر الناس، جاي تطلبه ما عندك. المهم ولو أنهم صبروا، قلنا الأنبياء يختلفون عن غيرهم أنهم يلتقون بالناس، ما في حجب بينهم وبين الناس. النبي يريد ينظم حياته. اليوم من أهم الأمور التي يتحدثون عنها على مستوى الأفراد، على مستوى الشركات، على مستوى الصناعات، على مستوى التجمعات، قضية تنظيم الوقت. وقتك حياتك، وقتك ثروتك، وقتك عمرك. فالنبي ينظم حياته، عنده وقت يخرج للناس، اصبر يوم النبي يخرج روح يمه اطلب حاجتك من عنده. أما أنه تريد تخربط النظام اللي وضعه النبي لنفسه وتنظيم الوقت اللي هو أمر أساسي، ومن ثم خلاص روح. النبي على رسول الله، رسول الله نبي بالنسبة له. ولو أنهم صبروا، طبعا الحديث حول الصبر طويل، لكن من أهم الصفات التي هي جزء من جميع الصفات الحسنة الصبر. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، حتى هم يتعرفون على تنظيم الوقت وترتيب الأمور واحترام القيادة واحترام النبي، ومن ثم احترام أنفسهم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. بعدين رب العالمين دائما أمام خطايا وخطيئات البشر، سويتها توب مرة ثانية تتكرر. شوفوا في هذه الآيات رب العالمين ما يتحدث عن مرة ومرتين. إن الذين ينادونك، منادوك، ينادون فعل مضارع يعني الاستمرار، دائما يجي وراء حجرة النبي ينادي النبي، دائما دا يسوي هذا الشيء. إن الذين يغضون أصواتهم، يعني دائما مو اللي مرة غض صوته بعدين قام يجهر للنبي بالقول كجار بعضكم لبعض، لا، لما تجي صيغة المضارع تنزل الملائكة، يعني دائما مو نزلت الملائكة، تنزل في ليلة القدر، في كل ليلة قدر الملائكة تنزل إلى الأرض على ولي الله الأعظم في زماننا هذا أو على النبي في وقته. المهم أنه هذول اللي ينادونك دائما دا يكررون، لما كرر يحتاج إلى توبيخ، يحتاج إلى ملامة، مرة واحدة قضية ماشية. لكن خلي في بالك إذا رأيت أحد ما يستخدم أدب بحقك ويكرر ذلك، لا توجب لمن لا يوجب لك، كما يقول الحديث الشريف، ما يحترمك لتحترمك، لكن مو مرة، مو مرتين. إنسان يريد يخدعك، الآن مرة خدعك وأنت سامحه، لكن دائما يريد يخدعك، لا تقبل من عنده. المجتمع لازم يكون مؤذن،
وتهذيب المجتمع بحاجة إلى أن كل واحد لا يظلم غيره ولا يسمح لغيره أن يظلمه. الظالم والمظلوم وشاهد الظلم شركاء ثلاثة. مرة واحدة ظلمك تغفر له وتسامحه، لكن دائما يريد يخدعك أو يظلمك لا، لا تقبل من عنده. إحنا أمام الدجالين لازم نوقف. دجال جاي يخادع الناس ويبتزهم مثلا، لا لازم تقف أمامه. الله يعاتب ويلوم ويوبخ من أتى وراء حجرة النبي ونادى النبي، حتى لو يريد يستفيد من رسول الله. ليش لا يكرر سوء الأدب؟ إذا تكرر من أحد في المجتمع هذا جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه تمنع الآخرين من أن يظلموك، من أن يهينوك، ومن أن يسيئون الأدب بحقك. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين.